السلام عليكم. النهاردة هنغطي دور بين السوبر جراند ماستر باسم أمين وبين لاعبة من بولندا اسمها جولانتا زواديسكا وومن جراند ماستر. طبعا الفرق في التقييم تقريبا حوالي 300 نقطة. كابتن باسم أمين رقم 34 في العالم، وجولانتا تقييمها 2407، كابتن باسم تقييمه 2704، وكان كابتن باسم أمين بيلعب بالقطعة البيضاء. وافتتح بدفاع رتي Nf3 d5 g3 c6 بيشوب g2 بيشوب g4 تبييت، و Nd7 h3 بيشوب h5 d3 Ngf6 c4 ضرب الوسط e6 c takes d5 c takes d5. وطبعا هنا الوسط بتاع الاسود مشابه لوسط الابيض، ولكن الابيض يمكن يكون متقدم سنة صغيرة في التعبئة. كمل الابيض nc3 بيشوب e7 e4، يحاول يضرب الوسط على السريع علشان يبتدي يحاول ان هو يستغل تقدمه في التعبئة. بيت الأسود وساب الموقف زي ما هو. لعب الكابتن باسم هنا g4، أخد على المربع بتاع e4، وهنا المفروض إنه النقلة المعتادة هي إنه البيدق اللي في d3 بياخد على ياخد البيدق اللي في e4. ولكن الكابتن باسم اختار هنا ان هو ياخد الفيل، ومش عارف الحقيقة هو فكرته يمكن مختلفة شوية عن المعتاد، واعتقد انه يمكن الكابتن باسم كان بيحاول ان هو يكسب الدور، فلذلك يمكن هو اللي اختار النقلة الجديدة دي. فلعب الاسود هنا اخد الحصان، وأخد الكابتن باسم بالكوين بتاعته، وطبعا نقلة إجبارية. لعبت هنا جولانتا Ne5 وسابت البيضة اللي موجود في b7، وطبعا الأبيض لازم ياخد البيضة لأنه مفيش مكان تاني أفضل. وهنلاحظ إن مشكلة الأبيض في الوقت الحالي هي انه بيدقوا في ال h5 وال d3 بقت ضعيفة جدا، وجناح الوزير بتاعه لسه ما انتشرش، ودي مشكلته الاكبر. فاخد هنا الابيض queen takes b7، ولعب الاسود هنا روك b8 بيحاول يسيطر على العمود ويحاول ان هو يوقف انتشار الفيل، لانه طبعا مفيش حماية للمربع بتاع b2. اخد هنا الابيض queen a7 Nh5 عوض البيضة بتاعه. رجع الأبيض هنا في Queen e3 بيحاول إن هو يهدد الحصان الموجود في e5، ودلوقتي بقى عند الأسود حصانين جامدين جدا في جناح الملك، وقد يشكلوا خطر في المستقبل، لأنه طبعا ممكن حصان من الحصانين الموجودين إن هو ينط في المربع الحيوي f4 ويعمل تهديدات مباشرة على جناح الملك الأبيض. لعب الكابتن باسم كوين f3، لعبت اللاعبة البولندية كوين a5 d4 بيحاول ان هو يوقف الفيل اللي موجود في e7 ان هو يلعب بيشوب c5 في كش. لعبت nh4 بتهدد الوزير. لعب الابيض كوين e4 بيهدد ان هو دلوقتي ممكن يحسن شوية من اداء القطع بتاعته ويلعب بيشوب e3 او d2 يحرر موقفه، ولكن طبعا الاسود متقدم شوية صغيرة في التعبئة ودي مشكلة. فلعبت هنا جولاندا روك fd8، ففضل الكابتن باسم ان هو يحتفظ بالفيل بتاعه، لانه طبعا لو اتكسر الفيل ده هتبقى مشكلة الأبيض إنه المربعات البيضة بتاعته هتبقى ضعيفة جدا. فرجع بيشوب h1. لعبت جولاندا بيشوب f6، ولعب الأبيض هنا ne2
وبيحاول ان هو يدافع عن البيدق اللي موجود في الدي 4. لعبت يولاندا جي 6 بي 3، حاول ينشر الفيل بتاعه من بي 2 او ان هو يدافع عن البيادق بتاعته اذا الفيل اتحرك على حسب ما هيحركه كابتن باسم. روك بي 5 بيشوب اي 3 بيحاول يدافع عن البيدق اللي في دي 4، وابتدت هنا جولاندا ان هي تهجم على جناح الملك بتاع الابيض ولعبت ان اف 5. لعب هنا كابتن باسم بيشوب جي 2، اخدت على الاي 3 اخد اف اي 3، وبعدين هنا في نقلة قوية اتلعبت كوين دي 2، طبعا نقلة غلسة عايزة الحصان اللي موجود في اي 2، وفي نفس الوقت بتضغط على البيضة اللي موجود في الاي 3 والبيضة اللي في اي 2. روك اف 2 بيشوب جي 5، وزي ما قلنا في ضغط دلوقتي على المربع بتاع اي 3، فمضطر الكابتن باسم ان هو يلعب ان اف 4. وهنا لعبت جولاندا كوين سي 3 عايزة الرخ اللي موجودة في الاي 1، فاضطر ان هو يحركها ولعب روك دي 1. لسه لغاية دلوقتي طبعا ما فيش تهديد مباشر يخلص المباراة، ولكن الاسود افضل قليلا لان هو اللي هاجم. لعبت جولاندا ان تيكس اف 4 اي تيكس اف 4، وطبعا بيادق الابيض اسوأ شوية، ودي مشكلة عند الابيض بيعاني منها ان هو ازاي يدافع عن بيادقه كلها، لانها يعني عنده حوالي 4 جزر بيادق، وطبعا دول عبء انهم مش بيحموا بعض. فابتدت هي تهجم على البيادق بتاعت الابيض علشان تاخد بيادقها تاني وتستردها بموقف افضل، فلعبت بيشوب اف 6 روك سي 2 بيطرد الكابتن باسم الوزير، كوين اي 5 كينج اتش 2 كوين اي 7، الضغط عمال يزيد على البيدق اللي موجود في الدي 4. فلعب الكابتن باسم كوين اي 2 بيحاول ان هو يشتت الاسود ويعمل هجوم مضاد، لعبة روك اف 5 بتهجم على البيدق التاني اللي موجود في اف 4. طبعا الموقف بقى صعب دلوقتي على الابيض لانه البيادق بتاعته زي ما قلنا متفرقة وما بتحميش بعضها، ودي المشكلة الحقيقية. روك سي 4 روك تيكس اف 4 ساب البيدق الكابتن باسم وزق دي 5 علشان يوجد لنفسه لعب، فلعبت نقلة كويسة هنا ولعبت روك اف 2. طبعا هي دلوقتي مهددة انها تاخد البيدق اللي في اي 2 ومهددة الوزير، فاضطر الابيض يلعب كوين اي 4 كوين تيكس اي 2، ودلوقتي في تهديدات قوية طبعا على جناح الملك الابيض. لعب الابيض روك دي 3 بيحاول يدافع عن البيدق اللي في بي 3، وروك اي 2 روك اي 3 روك تيكس روك كوين تيكس روك اي تيكس دي 5، وطبعا دلوقتي موقف الاسود بقى افضل. طيب الابيض هيعمل ايه؟ هيحاول يدافع، خلينا نشوف. روك سي 1 كوين بي 2، طبعا دلوقتي المربعات السوداء عند الاسود بقت قوية جدا وهو مسيطر عليها، ومفيش اي حاجة تقدر توقف البيدق اللي موجود في دي 5 ان هو يتقدم. لاعب الابيض روك دي 1 بيحاول يحط عينه على العمود اللي بيرقي منه الاسود، زقت اضطر ان هو يجي كوين اف 3 بيحاول يكسب وقت، ولعبت هي هنا كش ما خسرتش حتى التيمبو، واضطر الابيض ان هو يلعب كينج اتش 1 كينج جي 7 روك اف 1 عايز المات في اف 7 روك دي 7 كوين سي 6، طبعا عايز الرخ اللي موجوده في الدي 7، فلعبت برضه نقله حلوه روك سي 7 بتحاول ان هي ما تخسرش التيمبو وفي نفس الوقت تكمل الهجوم بتاعها. كوين دي 5 كوين اي 2، طبعا فكرة الابيض ان هو بيحاول دايما يراقب المربع الموجود في اف 7 لان نقطة ضعف وممكن تأدي المات لو الاسود ما خدش باله. دي 4
F6، هي دلوقتي حاولت إن هي تحمي نقطة الضعف اللي عندها بإنها قدمت البيدق ل F6 ومنعت أي أفكار طبعا من يعني من الأبيض إن هو يديها مات على F7. لعبت B5 روكسي 3، وابتدى الأسود يكشف عن نواياه وإن هو عاوز يهجم على جناح الملك الأبيض. كش نزلت في كينج H6، طبعا مفيش كشات تانية عند الأبيض، فاضطر إن هو يلعب كوين G4 بيحاول إن هو يخش إند جيم علشان في هجوم قوي جدا هيبقى جاي دلوقتي على جناح الملك الأبيض. كسرت، خدنا بال H بون روك B3، وطبعا دلوقتي النقلة الوحيدة هي بيشوب C6. طبعا في أغلبية وفي بدائين زيادة عند الأسود في جناح الملك، والبيدق ده صعب إن هو يرقي طبعا لأن الرخ وراه بتاعة الأسود، فطبعا موقف صعب جدا وتكملته شبه مستحيلة. الأسود لعب كينج G5 عاوز البيدق، بيشوب D7، روك B2، روك F3، بيحاول يمنع دخول الملك الأسود لأنه طبعا لو دخل هنا هتبقى فيه تهديدات مات كتيرة. H5 G takes H5 King takes H5، تحاول إن هي تسيب بيدقها مترابطة مع بعضيها. King G1 F5 Rook F2، بيحاول الكابتن باسم إن هو يكسر فرفضت التكسير واديته كش. King G2 King G4 Rook E2 Bishop F4 Rook E6 Rook B2 كش. King F1 G5 روك E2 كش تاني، روك E1 روك B3. طبعا هي بتحاول تحافظ على وقود الرخ والفيل علشان تقدر تدي الأبيض مات. روك D1 D3 بيشوب E6 روك تيكس B5 روك تيكس D3 روك E5 عايز الفيل. بيشوب B3 بيشوب G3، دلوقتي بقت في تهديدات انه الاسود ممكن يدي مات للابيض. كش كينج H3 بيشوب E2، هنا F4 جاية على الطريق والاسود بيحاول ان هو يرقي بيده. روك D1 G4 بيشوب C4 بيشوب H4 كينج G1 F3 بيشوب F1 كش. كينج G3 بيشوب C4 بيشوب E7 كينج F1 روك H5، وهنا الأبيض سلم. لو أنت حاولت تفكر ليه الأبيض سلم، لأنه طبعا التهديد دلوقتي هو إن أنت لو حاولت تمنع المات على H1 بإنك لعبت الكينج بتاعك مثلا في E1، فالأسود هيلعب بيشوب B4 بكش، فهتضطر إنك أنت تحاول تمنع المات إنك أنت تلعب الرخ بتاعتك في D2، وطبعا الأسود هيكمل روك H1 بكش وتخسر الدور إجباري. فطبعا الدور تقريبا يعني شبه معجزة إنه لاعبة بالتقييم بتاع جولانتا إنها تكسب الجراند ماستر الكبير بتاعنا باسم أمين، ولكن طبعا لازم نفهم برضو إنه الكابتن باسم بيحاول يلعب في بطولة تحت ضغط كبير نفسي لأنه عايز يكسب كل أدواره، لأنه طبعا مش رايح علشان يتعادل مع أي حد، ده بينافس على البطولة. وطبعا ده ضغط كبير على أي جراند ماستر، لأنه طبعا الجراند ماستر زي ما قلنا بيلعب علشان يفوز مش بيلعب علشان يتعادل، وقد يكون ده السبب الحقيقي ورا الاختيار غير الموفق يمكن لللاين اللي لعبه الكابتن باسم في هذا الدور. وده طبعا لا يقلل أبدا من إمكانيات الكابتن باسم لأنه طبعا لاعب كبير، وإن شاء الله طبعا يعني في الجولة اللي جاية هيعوض
واعتقد برضو انه يكون ممكن ارهاق بسبب انه هو بيلعب جولات كتير بسبب بدون اي راحة في النص بين الجولات. وان شاء الله طبعا نشوفه في الجولة السادسة بيكسب. واتمنى ان انتم تكون عجبكم الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.